بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يخص ملعب 19 مايو 56، المقابلة الأولى اللي ستقام يوم 20 سبتمبر 2024 بين اتحاد مدينة عنابة ومولودية باتنا، يعني جاهزية الملعب راه جاهز من جميع النواحي، المرافق نتاعو راهم جاهزين، المقاهي يعني دورة المياه، قاعة المصلى، قاعة الصلاة، كلش راهو واجد. الحلة راكم تشوفوا فيها راهي حلة ملاحة. المقابلة الثانية تاع الفريق الوطني راح تكون 20 أكتوبر إن شاء الله ضد الفريق الطوغولي، راح يكون في أحسن حلة، لأن بعد مقابلة اتحاد مدينة عنابة يكون هناك بعض الرتوشات الخفيفة على مستوى صيانة العشب الهايجين. ما يخفاكمش عشب الهايجين راهو الصيانة تاعو راهي واعرة، دونك لازم يوميا تكون الصيانه تاعو باه يبقى توجور في حله ملاحه. يعني ما يخفاكمش يعني عنابه راح تحتضن مقابله الفريق الوطني، يعني هذه حاجه ملاحه لنا، حاجه ملاحه للجمهور العنابي، الجمهور الجزائري. نطلبوا منه من هذا الجمهور يعني اللي عنده يعني عنده قيمه كبيره في مدينه عنابه ومع اتحاد مدينه عنابه يستحفظ على هذا المكسب. هذا المكسب تاعو مش تاعنا احنا، راهو تاعو هو، هو اللي يجي يقعد فيه، هو اللي يقعد يتفرج فيه، هو اللي يشرب فيه القهوه، هو اللي يصلي فيه، دونك لازمنا نحافظوا عليه. هذه هي يعني ان شاء الله نكونوا في المستوى والفرق نتاعنا تكون في المستوى، ونتمناو يعني النجاح لجميع الفرق مدينه عنابه والفريق الوطني. فيما يخص يعني دخول الجماهير على مستوى الحاضره يعني الخارجيه، يعني هناك يعني تعديلات جديده، يعني درنا بعد تعليمات سيد الوالي اللي اعطاها لشركه باطيميطال على مستوى مدينه عنابه، يعني قد قاموا باشغال يعني في وقت وجيز. فيما يخص لو سيربونتان، درنا سيربونتان ونيكو فيكس ما يتحركش، دونك راح يعاون في حمايه الملعب، راح يعاون في الدخول تاع الجماهير وفي الخروج. يعني المرفق كامل راهو مامن ان شاء الله، وما يخفاكمش باللي الملعب وسيره مامن ب يعني كاميرات على المراقبه.